بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إخوتي الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية، النقباء المحترمين، أعضاء مجالس النقابات الفرعية، الأخوة الأعزاء النقباء العرب وأعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والأمناء المساعدين، وطالما الأستاذ محمد مراد حلق بنا في سماء العروبة، أقول بصوت عالي: بلاد العرب أوطاني وكل العرب أخواني، فمن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني، فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا لغسان وعدنان. إخوتي الأعزاء، كنت أود أن أتحدث طويلا، ولكن أقول إذا غنت أم النقابات العربية النقابة العامة هزجت الغناء فيحاء الوطن الغردقة، ورددت النشيد وزادته بعد الغناء إطرابا لمحامي مصر والعرب عربي اللسان والقسمات والجنان. بكل التقدير والعرفان نتوجه بخالص الشكر لمعالي النقيب سامح عاشور الذي يحمل الراية في صدق وأمانة ووقار، يناصر الحق ويدرع الزق، قلب ملهم مزود بزاد من العلوم والمعارف. هذا النقيب العظيم الذي خاض معارك دارية من أجل تنقية الجداول، وهو النقيب الوحيد الذي خاض هذه المعركة بخطى ثابتة وعزيمة لا تلين، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، إلى هذا العدد الذي يكون من المحامين المشتغلين. أيضا استطاع النقيب العام أن يخوض معركة أخرى في التعليم المفتوح، والذي حضر معه في الجلسة الأخيرة بمحكمة جنوب القاهرة 450 محامي يحضرون معه، وكانت ملحمة كبرى، وقال في نهاية مرافعته بالحرف الواحد: إذا كان حبسي ثمنا لعدم دخول التعليم المفتوح فأهلا بالحبس دفاعا عن المحامين وعن نقابة المحامين. أيها الأخوة الأعزاء، باسمكم جميعا أتقدم لمعالي النقيبة بخالص الشكر والتقدير، وأطلب منكم أنتم أعضاء الجمعية العمومية تحية خاصة لهذا النقيب الجسور الذي خاض معارك كبرى من أجل نقابة المحامين. ولو شرحت لكم كل معاركه لجلست أتحدث حتى الصباح، ولا أستطيع أن أعدل إنجازاته. إنجازات كبيرة على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الدولي، فهنيئا لكم أنتم المحامون المشتغلون، وهنيئا للمحامين العرب الذي هو رئيس الاتحاد المحامين العرب. عشتم للمحاماة وعشتم للوطن، والسلام عليكم. كلمة النقيب العظيم سامح عاشور، فليتفضل مشكوراً.